كان زمان صعب جدا، صعب كتير انك تطلع، لانه قدامك ناس كبار قوي قوي. يعني انا لما جيت 74 هنا وانعزمت على بيت صبحي فرحات اللي هو زوج زبيده ثروت، هي منتج، فلقيت في ليله واحده اللي انا بحلم اشوفهم شفتهم في ليله، شفتهم كلهم. مين كان موجود بقى في الليله؟ انا هقعد مين؟ بليغ، ورده، فايزه احمد سلطان، وحتى كان كيغام وجورجينا زوجتي كانت موجوده في الحفل. وبعدين انا واحمد رمزي، عمر الشريف، كل دول. بس انا مستني مين؟ مع احترامي لكل النجوم دي، عبد الحليم مطربي المفضل واللي انا بحلم وبشوف افلامه واقلده. ودخل عبد الحليم الساعه 2:30 كان بيعمل بروفة نبتدي من الحكايه. طبعا والله العظيم احنا مين؟ معلش اللي احنا متوضعين، شوف الناس دي متوضعه قد ايه. فقالوا وصل عبد الحليم، وقفوا، هي هو الصالون زي ده، وقفوا كانه دخل رئيس البلد، دخل الرئيس. صدقني بسيط نحيل، عنده الصفرة كان يا عيني، مريض عيان، وقعد يسلم على واحد فهاني ازيك يعني، وعامل وانه لسه مستنيين واقفين، والاغاني اللي عملها ومش عارف ايه، واحد لغايه ما وصل لعندي. انا اعمل له كده، عايز اشوف حواجبه دول اللي بشوفهم في السينما عيني. والله العظيم انت مركز في كل التفاصيل، لانه كنا نشوف في السينما مش في التلفزيون. أيوة. فكنا نشوف الحاجه على كبير. فراح مسكني كده من هنا، قال لي انا شفتك في التلفزيون، وبيتكلم كده بهدوء. انت شفتني انا في التلفزيون؟ قال لي في برنامج بيروت استوديو الفن. انت مش عارف تقف، انا وقال لي اغنيتك حلوه، قمر الليل يا قمري، حافظ ايه ده مركز قوي. فروحت بسته من هنا، والله العظيم ريحته دواء، ريحه جسمه دواء. الله يرحمه. هو حضني وقعدنا جنب بعض وقعدوا يغنوا يا احمد كلهم بقى مقطع. زمان ما كانش يحطوا ميكروفونات في الحفلات، اسمعي بقى الاغاني كله بالعود بقى، ينتقل العود من سلطان لبليغ لبوب، وصل لعندي. والحمد لله اني بعزف عود حلو، بس لما مسكت عود وعبد الحليم جنبي رجلك مفيش صاروخ خدخلت.